من قول بلا به نسلم لبيعه أرجوك الخير لكن ما تمرت به وما استقى فإن أمرت بالسوء ما تعرض نحن نحتفل في الأربعاء الأخيرة من شهر صفر في كل عام بهذه المناسبة التي ربما من خلال قراءتنا في الآثار القديمة تبين أنه في هذه الأربعاء الأخيرة تنزل ما يقارب 320 بلية، وهو من الأيام الصعبة في السنة كما قيل، وكما ورد في كتاب سيدي ماء العينين في كتابه نعت البدايات وتوصيف النهايات. ومن الأمور المستحبة في هذا اليوم هو قراءة القرآن وقراءة البردة والترحم على كل الأموات.